أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. من صحيفة العرب الجديد: مسؤولة أممية تدعو إلى حماية متظاهري العراق وإصابات جديدة لمحتجي بغداد. العرب اللندنية: العراق مشاورات جديدة للخروج من مأزق تشكيل الحكومة. من المدى: وزارة الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 31 حالة. من صحيفة البصائر: تحذيرات من تفشي كورونا في مخيمات النازحين بسبب الإهمال الحكومي. ومن صحيفة الشرق الأوسط: منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا بات مترسخا في إيران. من القدس العربي: استعداد أمريكي لتزويد تركيا بالذخيرة وإسقاط طائرة ثالثة للنظام السوري. من الخليج الإماراتية: بعد فوزه بالانتخابات نتنياهو يستعد لتشكيل حكومة الاستيطان والعنصرية. جاءت ثورة تشرين لتكون حكماً فاصلاً وحداً أمام الأفكار والمفاهيم التي أريد لها في مرحلة ما أن تسود في الوسطين السياسي والشعبي بهدف تمرير المشاريع التي عكفت القوى الدولية والإقليمية على محاولات تمريرها وفرضها على أنها واقع حاصل في البلاد. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر أنه حينما يكون الحديث في إطار الثورة فإن الأذهان تنصرف ليس فقط إلى مطالبها بل إلى دواعي تفجرها أيضا، مما يستدعي الاستشهاد بتشخيص القوى المناهضة للاحتلال وعملياته السياسية والتي وضعت يدها على حقيقة المشهد منذ وقت ليس بقصير. إن تسليط الضوء على واحدة من ثمار جهود القوى المناهضة للعملية السياسية كفيل بإيضاح الصورة وتجلي الحقيقة وإنعاش الذاكرة الجماهيرية التي باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤوليتها الحقيقية وتمحيص الآراء والرؤى المطروحة واعتماد مخرجات جادة في الإصلاح، منزهة عن إطار المشروع السياسي الذي أسسه الاحتلال ومنظومة الأحزاب التي تديره منذ عام بتمامه. استضاف المشهد العراقي ولادة جديدة لقوة فرضت نفسها في الحضور مستندة إلى إرث ثري من المواقف والجهود والتشخيصات المنضبطة المحددة بثوابت شرعية في المقام الأول وأخرى وطنية مشتقة عن الأولى بما لا يغيب منها أصلاً ولا يصرف الأنظار عن أولوية فيه، إذ جاء الميثاق الوطني العراقي ليكلل جهداً قطعت فيه القوى العراقية مساراً طويلاً في عمل سياسي وميداني مؤسس لمشروع بديل عن العملية السياسية يحظى بشرعية جماهيرية ولا يتقاطع مع الأصول والمبادئ العامة للدول في أنماطها الحضارية ومحدداتها البناءة، لسيما وأن قطب الرحى في هذا الميثاق يتمثل بهيئة علماء المسلمين التي تعد تجربتها في القضية العراقية فريدة من نوعها وسباقة لغيرها في العمل السياسي المنضبط. الكاتب يقول إن براعة الاستهلال في ولادة الميثاق الوطني أن تأتي ثورة تشرين بعد أشهر قليلة من بدء فعالية اللجنة العليا فيه أعمالها، ليكون الحراك الشعبي في العراق في طليعة الأولويات الكثيرة التي بادرها الميثاق بالتأييد والدعم والرصد والتوثيق والتحليل والمواكبة حتى بات ناطقا باسم الثورة وراعيا للكثير من أفكارها. لو كانت هذه الثورة باسمي لأوقفتها بنفس اليوم وبنفس اللحظة، والثوار كانوا يستحقون جرة إذن، ملوحا بإعادة الفتنة الطائفية. هكذا صرح مقتدى الصدر قبل أيام، ليكون كلامه هذا اعترافا بمسؤوليته ومسؤولية أتباعه عن قتل المتظاهرين السلميين في ساحات مدن العراق. ولا أسمى الرأي ترى في صحيفة العرب الجديد مقتدى الصدر أنه يريد إرساء سلطته قائدا للمقاومة خلفا للجنرال قاسم سليماني
بعد الاتفاق الذي تم مع الولي الفقيه خامنئي في قم. بهذا التصريح لا يقف مقتدى الصدر مع العملية السياسية في العراق وأحزابها الطائفية التي لطالما خدع أتباعه بادعاء محاربة الفساد فيها فحسب، ولكنه أيضا يصرح من دون أدنى تحفظ وبكلمات احتقار فجة بأنه سيكون القامع للثورة وهو من ينهيها. وإذا أراد الصدر في تصريحه لإنهاء الثورة هذا الإعلان عن ولائه ووفائه للمرشد في طهران خامنئي للحفاظ على الوجود الإيراني في العراق بكل الوسائل ومحاربة من تسول له نفسه ترديد إيران برا برا، بغداد تبقى حرة، وتوكيل مهمة الحكومة أحد أتباع الولي الفقيه، فإن مهمة الصدر هذه لن تكلل إلا بالفشل والخذلان، كما محاولاته السابقة اختراق التظاهرات ووضع اليد عليها. ولن تتمكن أي حكومة مقبلة أيا كانت آلتها القمعية أن تنتصر على هذه الثورة ولا أن تكسر شوكة التحدي والوطنية العراقية التي ولدت من رحم الأوجاع والظلم والقهر والطغيان الجاثم على العراق منذ 17 عاما. كيف سينهي مقتدى الصدر شعبا تبيع عائلة منه بيتها ومكان سكنها لكي تتمكن من تغذية شباب التظاهرات، وتأتي العائلة بأكملها من الأم والبنات والشبان ليقوموا بالطبخ في إحدى خيام ميدان التحرير ويساندوا المتظاهرين؟ تختتم الكاتبة بالقول إن التحدي من المتظاهرين السلميين هزم آلة القمع الحكومي والميليشياوي، وأن من يريد إنهاء ثورة تشرين قد جاء متأخراً ومتأخراً جداً، فهناك جيل من أبناء العراق لم يخلق بعد من ينهيه من أمثالكم. خلع محمد توفيق علاوي من التكليف، فتخلعت أبواب البيت السياسي الشيعي وكشف قاطنوه بأنهم منشغلون بقسمة الغرماء، واتسعت معاناتهم بعد غياب ناظم العلاقات ومهندس الأحجام بينهم وبين شركائهم في السلطة. مصطفى فحص يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن هذا المشهد الشيعي المتأزم لم يكن ممكنا أن يخرج إلى العلن بهذه الحدة لولا غياب قاسم سليماني، غياب دفع ببعض الأقوياء المحليين إلى محاولة ملء الفراغ واستعراض قوتهم وفرض هيمنتهم، فسقطوا سريعا في امتحان التجربة. لم يستطع مقتدى الصدر بعد انقلابه على الساحات إعطاء شرعية شعبية لترشيح جاء من خارج إرادة الساحات، وفشل حتى في منح علاوي ثقة البرلمان. ففي محاولاته لفرض علاوي أثار الصدر حفيظة غرمائه الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي لا داخل البيت الشيعي ولا أصحاب البيوت المجاورة، لم يكن أغلبهم على استعداد للمضي بخياراته أو القبول بموقعه الجديد الذي اختاره لنفسه، وتصرف كأنه شرطي النظام، فنجحوا في إسقاط مشروعه واغتنموا الفرصة ليعيدوه إلى حجمه سياسيا فاعلا وليس سلطة أبوية. بعد انسحاب علاوي وغياب سليماني عادت ثنائية الفتح سائرون إلى حجمها، وعاد معها صراع على الكتلة الكبرى ومن يمتلك الحق الدستوري في تسمية المكلف الجديد. عملياً وضع فشل محمد علاوي في تقديم كابينته الوزارية نظام 2003 أمام تحديين: الأول انتفاضة تشرين وعدم قدرة أي مرشح جديد من قبل هذا النظام على تجاوز شرعيتها. أما التحدي الثاني فهو العودة المكلفة إلى تاريخ تكليف عبد المهدي تشكيل الحكومة، وهو ما يكشف مستوى العقم السياسي الذي يعاني منه نظام 2003، خصوصاً البيت الشيعي غير القادر على إعادة إنتاج نفسه ورفضه أي احتمالات من خارج الصندوق حتى لو أصبح صندوقه فارغاً. بحسب الكاتب فإن تمسك البيت السياسي الشيعي المسلح بمكتسباته مقابل تمسك منافسيه بمواقفهم ولجوء الأطراف كافة إلى الآليات الدستورية في التكليف الجديد وفي مهلة التشكيل يجعل من المستبعد التوصل إلى حل توافقي بين أصحاب السلطة،
وبذلك يكون نظام 2003 على مشارف خسارة فرصته الأخيرة في إنقاذ ما تبقى منه. منذ أن تم تكليف محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء للحكومة الانتقالية وحمى مزاد المقايضة على المناصب الحكومية في تسارع لا يختلف عن مزادات الحكومات السابقة التي خرج الشباب المنتفضين ضدها منذ الأول من تشرين الأول الماضي. هيفاء زنجرة تقول في صحيفة القدس العربي إن ما لا يريد أساسة الحاليون فهمه هو أن إعادة تدويرهم إنما هي ما تعتبره انتفاضة السرطان الذي بات ينخر المنظومة السياسية. الأخطر من ذلك كله أن الفساد بات جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطنين، صار أمراً عادياً، إما حماية لأنفسهم أو ابتغاء منفعة أو مجرد تسيير أمورهم. بمعنى آخر أن الفساد بأشكاله لم يعد حكراً على الطبقة السياسية، بل تسلل إلى بنية المجتمع، وهذا هو ما عاشه البلد في سنوات الاحتلال وما أفرزه من ميليشيات مسلحة وإرهاب يتغذى على الفساد، وهو ما ترمي الانتفاضة إلى استئصاله. لذلك يصر المنتفضون على رفض إعادة تدوير الساسة الحاليين، ليس حباً بالرفض فحسب، ولا لأن شكل الساسة لا يعجبهم أو لأنهم مغرمون بالنوم في الساحات بعيداً عن بيوتهم وعوائلهم أو طمعاً بالمناصب لأنفسهم، ولكن لأنهم يدركون جيداً حجم الكارثة التي سببها حكم الفاسدين والسراق وما سيجره إبقاؤهم في مناصبهم على الوطن. اتضح عمق مطالب المنتفضين بالوطن مع استمرار الانتفاضة واستشهاد الشباب بشكل يومي تقريبا، لتصبح الدعوة إلى إسقاط النظام ومحاسبة القتلة أساسية لتحديد تركيبة الحكومة المقبلة ولترسخ أسس أي حكومة وطنية مستقبلا. وهي قفزة نوعية تجمع ما بين الطموح بتنظيف السياسة والقضاء والاقتصاد والممارسات التي تخللت بنية المجتمع على مدى عقود. هذه المهام الضرورية إذا ما أريد للعراق أن ينهض من كبوته. الكاتبة ترى أن الانتفاضة بشجاعة شبابها وتضحياتهم منحت بقية أبناء الشعب الأمل بإمكانية التغيير الحقيقي وليس فقط تدوير الفاسدين وهو ما كان يجري سابقا، كما رفعت من مستوى الوعي بالظلم والإهانة والحرمان من الحقوق من كونه استهدافا فرديا إلى كونه جماعيا ووطنيا. وهذا ما لن يتمكن النظام الحالي بكل أسلحته المحرمة من القضاء عليه كما يريد إلى الأبد. دعت صحيفة التايمز في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان خروج خارق للعادة الاتحاد الأوروبي لعقد صفقة مع تركيا لوقف موجة جديدة من المهاجرين. وتشير الصحيفة إلى أن أوروبا وهي تواجه اليوم موجة جديدة من المهاجرين تعاني من فشل مزمن للدبلوماسية والقيادة. وأضافت الصحيفة أنه يتعين على أوروبا إبرام صفقة مع تركيا لتفادي موجة هجرة جديدة. الصحيفة تقول إنه بحسب أرقام الأمم المتحدة فإن الموجة الجديدة من القتال شردت 800,000 مدني يعيشون في الخيام قريباً من الحدود التركية. وتنوه الصحيفة إلى أن أثينا قررت تعليق قبول طلبات اللجوء السياسي كلها وتعهدت باتخاذ الإجراءات لحماية حدودها، مشيرة إلى أنه بناء على صفقة تمت عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي فإن أنقرة وافقت على وقف اللجوء مقابل 6 مليارات يورو لتحسين أوضاع اللاجئين في تركيا. وتقول الافتتاحية إن أردوغان يشعر أنه لم يحصل على أفضل ما في الاتفاق ويريد مالاً إضافياً لمنع موجات أخرى من اللاجئين، بالإضافة إلى تسهيل حصول الأتراك على تأشيرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتقدم في مجال إنشاء اتحاد جمركي. وتؤكد الصحيفة أنه لم يتم التعامل مع هذه المطالب بجدية من قادة الاتحاد الأوروبي،
وترى الصحيفة أن الاتفاق مع تركيا كان مجالاً لشراء الوقت، لكن أوروبا لم تستخدمه جيداً ولا تزال منقسمة حول التعامل مع المهاجرين كما كانت قبل 5 أعوام، ولا مجال الآن إلا بالتوافق على وقف إطلاق النار وإعادة التفاوض مع أردوغان على الترتيبات التي تم التوافق عليها عام 2015، ويجب عليها أداء دور فاعل وتقديم الخدمات الإنسانية. تختتم تايمز افتتاحيتها بالقول إنه يجب التعامل مع الوضع بطريقة عاجلة، وهذا الأمر لا يخص أوروبا فقط بل بريطانيا أيضا التي ستظل سياسات الهجرة فيها متشابكة مع ما يحدث في القارة الأوروبية. وبالإضافة إلى هذا كله فهي ضرورية لمن علقوا في حرب تبدو دون نهاية. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا تقول فيه أن 46 شخصا قتلوا وأكثر من 250 جرحوا فيما أحرقت 4 مساجد في العنف الطائفي في دلهي الذي تزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند. وتشير الصحيفة إلى أن العنف الذي استمر 3 أيام بلياليها في مناطق المسلمين في دلهي لم يكن مفاجئا، فعلى مدى 6 سنوات الماضية قام رئيس الوزراء ناريندرا مودي وزملائه في الحزب الهندوسي القومي بخلق جو من الكراهية والتشكك والعنف تجاه الأقلية المسلمة في الهند. الكاتب يشير إلى أن هذه المذبحة المنظمة في دلهي تأتي بعد سن حكومة مودي لقانون الجنسية العنصري، واحتج الهنود خاصة المسلمين ضد القانون. وقبل المذبحة في دلهي قتل 19 شخصا في مظاهرات بولاية أوتار براديش المجاورة. ويلفت الكاتب إلى أنه خلال الانتخابات الأخيرة في دلهي أدار حزب مودي حملة طائفية خطيرة، وشبه قيادات الحزب المظاهرات ضد قانون الجنسية بالخيانة ودعوا لقتل المتظاهرين. وفي 23 من شباط حرض القيادي في حزب جي بي قابيل ميشرا حرض الرعاع على القيام بإزالة اعتصام للنساء المسلمات احتجاجا على قانون الجنسية، واندلع العنف بعد ذلك بفترة قصيرة. ويقول الكاتب إنه بعد أسبوع فإن تفاصيل العنف تثير أسئلة مهمة حول الدور الذي أدته الشرطة في دلهي في مساعدة رعاع الهندوس واستهداف المسلمين. وعندما قام ميشرا بإلقاء خطابه الذي أشعل النار كان نائب قائد الشرطة في شمال شرق دلهي فيد باركاش يقف بجانبه ولم يتدخل. وفي اليوم التالي عندما تحرك الرعاع وبدأوا باعتداءاتهم كان باركاش وغيره من ضباط الشرطة يصافحون المشاركين في الاعتداءات الذين كانوا بدورهم يرددون هتافات تشيد بشرطة دلهي وتعاونها معهم. تختتم الصحيفة بالقول إن عناصر الشرطة المسؤولة عن ارتكاب العنف لن تواجه قضايا ضدهم، وربما لم يلتزموا الدستور، لكنهم نصروا حزب بي جي بي الحاكم. وعندما تقوم مجموعات الهندوس بملاحقة المسلمين في أي جزء من الهند التي يديرها حزب مودي يمكننا أن نتأكد أن الشرطة لن تقف في طريقهم. لجأت شركة الطيران الصينية إلى تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار تذاكرها رغبة منها في استعادة حركة السفر داخليا التي توقفت تقريبا مع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. أعلنت شركة جونياو الصينية للطيران أن تكلفة الرحلة من شانغهاي شرقي الصين إلى تشينغدو غربيها أو جنوب غربيها تتكلف 90 يوانا أي 13 دولارا فقط، بالإضافة إلى 50 يوانا من الضرائب، وهي رحلة تستغرق 3.5 ساعات تقريبا. وسجلت شركات الطيران الصينية خسائر بأكثر من 10 مليارات يوان أي ما يعادل 1.450 مليار دولار أمريكي في شباط فقط، كما انخفضت الإيرادات 37 مليار يوان ما يعادل 5.3 مليار دولار أمريكي. قالت الرابطة الدولية للنقل الجوي إن كورونا قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 13% في الطلب على شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام بخسائر في الإيرادات قدرها
27 مليارا و800 مليون دولار. الجزء الأكبر منه سوف تتحمله شركات الطيران الصينية بخسائر تصل إلى 12 مليارا و800 مليون دولار أمريكي. نتابع الآن الكاريكاتير. في الختام شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.